اليوم أنا وبشاير قررنا نسوي مقلب في عادل وبوبو، لكن المقلب يحتاج أن نطلعهم برا البيت عشان ما يحسون أنه في مقلب. ما يدرون هم إيش اللي راح يصير فيهم. اليوم راح أسوي أخوة 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 مقلب اليوتيوب. مثل ما تشوفون اليوم أنا مأجر حرامية. الحرامية إيش راح يسوون؟ الحرامية راح يبوقون غرفة الجيمينج كلها. هذا المقلب راح يجون عادل وبوبو ونشوف ردة فعلهم. طبعا انا حاط كاميرات راح تشوفون كل شيء راح يصير. هذه اقوى عصابة تم تأجيرها بالكويت. يا هذا رئيس العصابة. وهذا المساعد الثاني. وهذا المساعد الثالث. وهذين العصابة كلهم. هذه الكاميرا الاولى اللي خاشينها وهذه الكاميرا الثانية. عصابة مستعدين؟ يما والحين بلش المقلب. هلا الشباب، شلونكم؟ زينين. دامكم هني؟ زينين. شوفوا انا اليوم، انت بعد كوي زينين؟ ايه. شوفوا دام ان انت وانا شايفكم صار لكم فتره كلها بالجيمنج روم ما تطلعون كلها تلعبون جيمنج، قلت اليوم بسوي لكم مفاجاه. تختارون كل واحد منكم يختار مكان يبي يروح له. راح اعطيكم 5 دقائق تفكرون. اوكي. 5 minutes later. بلا شنو هذا بلا؟ بوبو انت وين تبي تروح؟ عصير تايم. تبي عصير تايم؟ ايه. حاضر عيوني لك، مو بس عصير تايم، انا وعصير تايم تحت امرك. ولله شو قاعد تسوي؟ قاعد اسوي يوغا. انزين شنو تبي انت وين بتروح؟ انا بروح مكان فيه بطاط وحلاو وكاكاو كل شيء كل شيء. حاضر بطاط وحلاو وكاكاو. حاضر حاضر. فرح وين تبي تروحين؟ ابروح شام. تروحين شام؟ ايه. مساكين قاعد يلعبون وينطون وما يدرون شنو قاعد يصير بغرفة الجيمينج. ياه 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 ياه. وين وصلنا؟ عدل الاسطوره. عاش عادل الاسطوره. انت شنو تبي؟ سوبر بوبو جديد وايد حلو. ثاني احلى عصير عندي. اول احلى عصير عندي سوبر بوبو حبيبي. ابي عصير فروحه جديد من سوبر بوبو. واي قلبي والله صارت تتكلم. عليه سحبه. خوي بوبو شن تبي؟ كاو الجيلي فروت. اخذ كم؟ 2. يا سلام. Baby?
أبي هذا الشيء بول ما طوله. وصلنا البيت، خلينا نشوف ردة فعلهم. عادل نزل حق اخوك كود. هلا 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 ميكي، هلا 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 ميكي، هلا استانس ميكي. نزل حق اخوك كود عادل. هاي ميكي. هاي ليكي. هلا ميكي. ولا 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 ولا. راح الحين قلت له روح نزل حق اخوك كود. توقعين شو ردة فعلهم؟ ما اقدر اتوقعها، بس لازم ما نضحك. أنا من الحين فيني ضحكة. إيه بس أنا ما بيشوفون إني أنا قاعد أصور بهالكاميرا بإيدي، يعني شو؟ خشها كذي، خلها يعني كذي، يعني ورا الورد هذا. إيه بس ما أبي شلون تبين، إحنا نبينه. أنا أمسكها كذي، شوفي. كذي 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 ما أمسكها كذي. أنا قاعد وياك قاعد نسولف، حطها كذي. شنو؟ بيسنا مو موجود. شنو يعني بيسك مو موجود؟ ماكو شيء. الجيمنج روم كلها. شلون يعني كلها؟ يعني فاضية؟ ايه. فاضي كل شيء. في احد خذه؟ ها؟ في احد خذه؟ شنو خذ كل شيء؟ بيسينا. شلون يعني؟ نمشي خلينا نشوف شلون. اخاف بلاد نغفر. بابا شلون بتشيل كل هذا جلاد؟ جلاد؟ شلون كذي؟ ماكو شيء. شلون هذا؟ وين اللي فوق؟ وين راحوا؟ ما ادري. حلا حفل العا حبيبي الحمد لله ما راح. سؤال، انتم قافلين باب البيت تحت قافلين؟ ما ادري انا طلعت، انتم طلعتوا بعدي. انت اخر واحد. ما ادري. خليك على الشرطة. خلاص ما عندكم ولا شيء. هسه لازم نروح المخفر. اي يلا نروح المخفر. قريبه ليش ما تدقوا؟ هو العادل لما تدقون عليهم يردون يدقون. اي ما ادري، انت سكرت ابويهم عادل؟ اي سكرت ابويهم. اي شنو كان؟ كانوا قالوا الو؟ 112. اي شنو قالوا؟ ما حد رد. للحين ما حد رد بس رد؟ الحمد لله ما حد رد. ايش انا قلت 2-1-1 الرقم. لا لا، واحد كان داق 112. شو سوي عدنان؟ نروح المخفر؟ اي لازم نروح المخفر، ماكو غير المخفر. طيب
يعني انا ما اتوقع هذا حرامي واحد جاي شايل كل هذا بايده، لازم هذا اكثر من واحد. ما يقدر يشيل هذا 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 الحرامي يعرف ان هني غرفه جيمنج، لان ما في برا، ما في مو مبيوق شيء، بس الغرفه هذه مبيوقه. هذه غرفه بروحها يعني وايد غاليه. اي اذا ما لقينا الغرفه خلاص ما لهم بي... ما ما قدرنا نخلصها. زين شيبي بالطاوله، طاوله ثانيه. ما اخذ الطاوله مالتك؟ طاولتي بس طاوله عادل نخليها. اي والله شلون كذي؟ شلون يشيلها بالمنطقه يا سبايدر مان؟ اتوقع ما مداهم، ما مداهم يشيلون هذا. انا دقيت على الشرطه، هي قاعد تكلمك. دقيت؟ اي كان تليفوني ذاك. رفشتي انا قبل يومين كذي قاعد اقول دير بالكم منطقتكم هنا فيها سرقات، كان اقول لها ليه وش؟ عندنا مشكله حرام. كل شيء ان شاء الله كذي يعني، وانا حاطه كاميرا برا البيت وكذي، كان تقول يخربون الكاميرا. ايوه الحين اعطيك اياها. بس ما صدقت رفشتي انا، ما يعني شنو المسروقات؟ في عندنا غرفه كامله غاليه وايد بايقين منها غلط. يعني بي سيات، اشياء وايد غاليه. أغراض عيالي. حتى طاولة، طاولة ما خلوها. سماعتي. كل شيء، كل شيء بالغرفة، بس الشيء الغريب إنه مو بايقين ولا شيء من البيت، بس الغرفة هذه. بايقين أشياء. ما في أحد يعرف يعرف. بايقين أغلى أشياء. بايقين أغلى أشياء. بايقين أغلى أشياء. لحظة شباب، شو قاعد تكلم؟ تكلم مع الرجال. إيه أخوي. إيه نعم. صح. صحيح. إيه أخوي، إحنا انتظاركم. إيه نعم، انتظاركم إحنا. أوه، هذه الحرامية، هذه الحرامية، هذه الحرامية. ايش رايكم بالمغلب؟ مو حلو. مو حلو؟ لا، لو الحين تقول لنا وين بسيارة هذا نقول. تدرون ايش كثر تعبنا على هالمغلب؟ ايش كثر اشتغلنا؟ تدرون هالشباب ايش كثر اشتغلوا على المغلب هذا؟ شالوا كل الاغراض؟ صدق انا بسالكم. شالوا كل هذا خمس ساعات اربع ساعات؟ اي انا بسالكم صدق قولوا لي والله. اي حسيتوا شيء شيء ضايقته وعصبته؟ اي كذي 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 صدمة. مو قادر اتكلم. مصدوم ها؟ ايه. وانت يا بوبو لما دشيت الغرفة مالك انت اغراضك بي سيك؟ قلت بحط بحط النت. بس جاي بنته، جاي بنته من الصالة بينزل كود بس ما في بي سي. حلو المغرب؟ ايه مو حلو بس ما بي سي لها. يا بوبو لا لا بس البي سيات مو احنا خذيناهم. ذا بي سي يو تيك؟ مو هم شوف يقولوا لا. لا. يعني مو بالحرامي لازم مرة ثانية ندق على الشرطة. يلا دقها. دقها دق صدق؟ ايه دقيت على الشرطة قلت لهم عندنا ولد مشاغب ما يسمع الكلام، تعالوا اخذوه. سمعتك. ندق على شرطة الأطفال. شريرين. شريرين. شريرين شر.